كواما نكروما وسامورا ماشل وليابولد سنغور وكينيت كاوندا وجوليوس نيريري. ونحن ما زلنا نتذكر ونكرم المناضلين الأفارقة الآخرين من أجل الحرية والزعماء الوطنيين. فبالاستناد إلى مبادئ العدالة والمساواة دفع هؤلاء عن طريق مستقل للتنمية وفي حالات كثيرة بثمن حياتهم. إن هذا المسل للحرية والاستقلال والسيادة مهم جدا الآن في الظروف الصعبة الأخيرة للهزات الدولية، عندما يستمر تشكيل نظام متعدد الأقطاب وعهد زعامة دولة أو مجموعة من الدول فتذهب إلى الماضي بدون مقاومة أولئك الذين تعودوا على سيطرتهم على شؤون الدولية. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن القمة الثانية روسيا أفريقيا تجري تحت الشعار من أجل السلام والأمن والتنمية، وتركز ليس فقط على مسائل توسيع التعاون الاستراتيجي الروسي الأفريقي بل وكذلك على محاور أخرى منها الاستقرار العالمي والإقليمي وتوطيد التنمية للقارة وتوطيد سيادة الدول الإفريقية. روسيا ودول إفريقية تدعو وتقف معا من أجل بناء هندسة جديدة أكثر عدلا للنظام العالمي، وتزود بجهود مشتركة عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنسق مواقفها من أجل من أهم المسائل الأجندة الدولية. مواقفها قريبة أو متشابهة يدل على ذلك الأحكام الرئيسية للبيان السياسي الذي تم إعداده للموافقة عليها في هذه القمة. ويتسع التعاون الروسي والإفريقي لمواجهة خطر الإرهاب. نحن نعمل ضد استغلال موضوع المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بالأجندة الأجناس لأغراض سياسية غير لائقة. نحن لا نقبل عقوبات وحيدة الجانب وغير ذلك من الإجراءات التي تلحق الضرر بدول التي تمارس النهج المستقل. لا يمكننا أن نوافق على استبدال القانون الدولي بما يسمى بنظام قائم على القواعد، حيث أن الغرب هو الذي أعلنها وهو الذي يعيد النظر فيها ويغيرها لمصالحها الخاصة. وأهم شيء أن روسيا وإفريقيا تربطهما سعي فطري للدفاع عن السيادة الحقيقية والحق في طريقها الأصيل للتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. مثل هذا السعي للاستقلال والسيادة لا يعني العزلة الذاتية، بل يقصد به الانفتاح والتعاون بين الدول والشعوب الحرة، الدول المتكافئة في حقوقها. إن السيادة ليس بحالة تم تحقيقها مرة واحدة، لابد من النضال من أجلها. أود أن أذكركم بما قاله نيلسون مانديلا: لا تحكموا علي انطلاقا من نجاحاتي، بل احكموا علي كم مرة كنت أسقط وأنهض من جديد. نفس الشيء ينطبق على سيادة الدولة، لابد من الدفاع عنها ولابد أن يكون هناك صمود ورفض التنازل تحت الضغوط الخارجية والمشاركة في تشكيل نظام متعدد الأقطاب القائم على مساواة الدول. وروسيا وأفريقيا متضامنة مع بعضها البعض. أود الإشارة إلى أن القارة الإفريقية تصبح
مركزا جديدا للقوى يتزايد دورها السياسي والاقتصادي. ويجب على الجميع أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا الواقع الموضوعي. إذا أخذنا على سبيل المثال مبادرة عدد من الدول الإفريقية حول التسوية الأوكرانية، إنها مسألة حادة ملحة، وهذا يدل على أشياء كثيرة، لأن أي مهام وبعثات الوساطة كانت تسيطر عليها بلدان ذات ما يسمى بالديمقراطية المتطورة. أما الآن فإن إفريقيا على استعداد لحل القضايا التي يعني تتواجد كما يبدو من أول وهلة حول أو خارج مصالح حول خارج منطقة مصالحها. تتزايد سمعة المنظمات الإفريقية الإقليمية، وبالدرجة الأولى الاتحاد الإفريقي. روسيا دعمت مبادرة منح الاتحاد الإفريقي مكانة في مجموعة 20، وكان ذلك قرارا صحيحا يعكس الواقع وتوازن القوى في العالم المعاصر. نحن منفتحون للتعاون مع منظمات تكاملية إقليمية أخرى. عقدنا يوم أمس لقاء خاصا مع قيادتها. طرحنا مبادرة بشأن إقامة التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمنطقة الإفريقية للتجارة الحرة. وطبعا نحن نؤيد سعي الدول الإفريقية للمشاركة على نطاق واسع في نشاط منظمة الأمم المتحدة، ونحن نرى موقفا فعالا في هذا الاتجاه من قبل الاتحاد الإفريقي. نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل الأفارقة في مؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق إصلاح مجلس الأمن الدولي. ونعتقد أن الوقت قد حان لتصحيح غياب العدالة تاريخيا تجاه القارة الإفريقية. الزملاء الكرام، لابد من أن نعترف بأن الوضع في العديد من المناطق الإفريقية ما زال غير مستقر. لم يتم تسوية النزاعات والصراعات القومية والإثنية. تبقى حتى الآن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي بمثابة ورثة للنظام الاستعماري ونهج فرق تسد. وتعرقل تطور القارة كل من الإرهاب ونشر التطرف والقرصنة والجريمة المنظمة. روسيا تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الخاصة لروسيا وبلدان إفريقيا. إننا نعتزم أن نقوم في المستقبل أيضا بتدريب العسكريين وموظفي هيئات إنفاذ القانون للدول الإفريقية في المؤسسات التعليمية الروسية. إننا نطور الشراكة في المجالات العسكرية والتقنية. لقد عقدت روسيا اتفاقيات التعاون العسكرية التقني مع أكثر من 40 دولة إفريقية نزودها بأسلحة وعتاد، والجزء من هذه التوريدات يأتي على أساس مجاني. الزملاء والأفارقة يشاركون في المنتديات العسكرية التقنية وفي التدريبات التي تقوم بها روسيا، حيث يطلعون على نماذج الأسلحة والعتاد الحربي وتجربة استخدامها. اهتمام روسيا بإفريقيا يتزايد باستمرار، ما يتمثل في خطتنا لزيادة الحضور الدبلوماسي في القارة. نحن على استعداد لإحياء أو فتح المزيد من المؤسسات الروسية في الخارج، وكذلك زيادة ملاك الموظفين في عدد من السفارات القائمة الآن، وكذلك لتوسيع الصلات في المجالات الإنسانية والثقافية والسياحية.
سوف تعود إلى نشاطها قريبا، سفارتان روسيتان في كل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية. نخطط لتوسيع شبكة المراكز الروسية للعلوم والثقافة، وفي القريب العاجل سوف تصغر هذه المراكز في عدد من بلدان أخرى، ونحن سنرحب بخطوات مماثلة من قبل أصدقائنا الأفارقة. أيها الأصدقاء الأعزاء، الآن بالطبع أتطرق باختصار إلى التعاون الاقتصادي والإنساني مع إفريقيا. القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا والبلدان الإفريقية تريد توطيد التعاون في هذه المجالات. وطبعا لدى رجال أعمالنا ما يتقدم به ويعرض على زملائهم المحترمين من إفريقيا. التبادل التجاري مع إفريقيا يتزايد باستمرار، وهذا المؤشر يعتبر بمثابة هدف لابد أن نضعه نصب أعيننا. فزيادة التبادل التجاري وتنويعها سوف يساعد على ذلك الانتقال والتحول في المعاملات إلى عملات محلية، ونحن ندرك أهمية بالغة لتزويد البلدان الإفريقية بالمواد الغذائية لدعم الاستقرار السياسي. ومن هنا فإننا نزيد من إمدادات الحبوب إلى إفريقيا. في العام الماضي تم إرسال 11.5 مليون طن، وفي خلال النصف الأول من السنة الجارية 10 ملايين طن آخر، وهذا بالرغم من العقوبات غير الشرعية والتي تعقد توريد الغذاء الروسي. أود الإشارة مرة أخرى إلى أنكم يمكن أن تكونوا على ثقة بأن روسيا سوف تبقى موردا موثوقا للمنتجات الزراعية. سوف نورد حبوبنا وغيرها من أنواع الغذاء على أساس مجاني في إطار البرنامج الغذائي للأمم المتحدة. يوم أمس أعلننا أننا سوف نورد 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب خلال الأشهر الثلاثة القادمة لكل من الدول الإفريقية الست على أساس مجاني. سوف ندعم الدول الإفريقية في إنشاء فروع حديثة للإنتاج والقطاع الزراعي. فمثلا في الفترة ما بين 2020-2023 تم تحقيق 11 عمل إنسانيا في 10 بلدان إفريقية. لقد كنا أوائل من مد يد العون إلى دول القارة في أثناء تفشي جائرة كورونا، ونقلنا إليها الملايين من المختبرات الطبية. روسيا تشارك أيضا في الجهود المبذولة من أجل تخفيف أعباء الديون المستحقة على البلدان الإفريقية. فمجموع الديون المشطوبة من قبلنا يبلغ 23 مليار دولار، كما أننا سوف نخصص أكثر من 90 مليون دولار لنفس الأهداف. وفي ختام كلمتي أود الإشارة مرة أخرى إلى أننا مستعدين جنبا إلى جنب مع دول والأصدقاء الأفارقة أن نعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة النفع معها. نقيم العلاقات مع كل دولة إفريقية، ونحن نثق بالمستقبل الناجح لهذه العلاقات في عالم متعدد الأقطاب. شكرا على إصغائكم. شكرا جزيلا. اسمحوا لي أن أفسح المجال للتحدث
لرئيس الاتحاد الافريقي رئيس اتحاد جزر القمر أزالي السوماني، فليتفضل مشكورا. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، أصحاب الفخامة، سيداتي وسادتي رؤساء الدول، السيد صفاكي مصفاكي رئيس الاتحاد الافريقي، السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد الرئيس على منحي الكلمة الآن. أود أن أشكركم على حسن الاستقبال وأشكركم على استقبالكم لنا اليوم في هذه القمة. نحن نقيم عاليا حفلة العشاء التي أحييتموها يوم أمس، كانت حفلة باهرة بمصاحبة فنية رائعة. هذا ما دل على جمال مدينة سان بطرسبورغ وتقاليدها الثقافية. أود أن أشير مرة أخرى إلى التعاون الفعال بين قارتنا وبلادكم. لدينا عناصر يعملون بشكل نشيط والخلاق. يوم أمس تأكد كل ذلك أثناء عملنا الذي جرى وسط أجواء إيجابية جدا، ما أدى إلى توقيع على العديد من الاتفاقيات الأمر الذي سوف يؤثر إيجابيا على التعاون بيننا. شراكتنا لها مستقبل باهر، لا سيما إذا جذبنا بشكل فعال في هذا العمل الشباب والنساء. ونحن علينا أن نساعدهم في ذلك ونعلمهم قيم الأعمال، ما سوف يؤدي إلى تحسين الأجواء التجارية والمبادرات الكفيلة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية. الشباب الإفريقي ومشاريع ستارت أب والمشاريع المشتركة، كما يجري العمل بشكل فعال في مجال الدراسات والعلوم بالرغم من نقص التمويل. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أولوياتنا وخطة 2063 للاتحاد الافريقي، وهذا سوف يساعد على النمو الاقتصادي المستدام في روسيا الاتحادية والاتحاد الافريقي. والاتحاد الافريقي منهمك في عملية التحول الاقتصادي، فروسيا طبعا ستشارك في الاستثمار في القارة الافريقية وستستفيد من مواردنا الطائلة. نحن نسعى إلى بناء افريقيا اقتصادية اجتماعية متكاملة مع باقي أنحاء العالم، وبطبيعة الحال لابد من يتطور التجارة والاستثمارات لدينا مراعاة لأهداف التي حددناها. وبطبيعة الحال ما يخص التكنولوجيا الرقمية، ففي هذا المجال أحرزت روسيا تقدما ملحوظا، فعلينا أن نهيئ موارد بشرية للعمل في هذا المجال كي نعزز ونحافظ على التنمية المستدامة بإشراك جماهير الشباب. وفيما يخص السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان، فنحن نقيم عاليا شركائنا في الخارج، ولكن في نفس الوقت نطلب من الآخرين ألا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، ونناضل ضد التغيرات
غير الشرعية، لأن الأشياء التي أحيانا تحدث في قاراتنا لا تصب في مصلحة دولنا. نحن كالاتحاد الأفريقي ندين الانقلاب في النيجر الذي طرأ حديثا، وننضم في ذلك إلى المجتمع الدولي. أود أن أقول عدة كلمات عن التعاون الثنائي بين جزر القمر وروسيا والثمانينيات في أيام الاتحاد السوفيتي. فإن جزر القمر حصلت على فرصة لتدريب مئات الطلبة في جامعات الاتحاد السوفيتي، والحين هذه وهؤلاء الكوادر يحتلون مناصب مهمة في مؤسساتنا وهيئاتنا الحكومية وفي الأوساط العملية. فبعضهم هؤلاء الشباب هم جزء من وفدي، هم مترجمون، ولذلك نحن نشكر روسيا آنذاك الاتحاد السوفيتي على التعاون الوثيق والمثمر. فإنني على يقين من أن جميع شركائي متواجدين في هذه القاعة شاكرين لروسيا وينوون إلى تكثيف التعاون مع روسيا الاتحادية. لذلك نحن أيضا نتمنى أن الأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر علينا ستحل. شكرا لكم يا فخامة الرئيس، وأنا أعتقد بأنه الاجتماع كان مثمرا ومأدوبة العشاء أتمنى أعجب الجميع. نحن كنا نريد نشير إلى غنى ثقافة الروسية والترابط بين الثقافة الروسية والأفريقية كمان. وأتوقع أن المرحلة والمحطة الأخيرة للفعاليات أمس كانت جيدة وشيقة، وشكرا لكم على كلماتكم. فأريد أن أشير إلى ملف الشباب، هذا الموضوع حساس والله، والشباب الأفارقة موهوبون، والكثير من الموجودين في القاعة هنا طلقوا علوما في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا، والكثير منهم يجيدون اللغة الروسية، فذلك يدل على جودة ونوعية الموارد البشرية الأفريقية. فشكرا لكم. أنا أنقل الكلمة إلى فخامة الرئيس للفترة الانتقالية للبوركينا فاسو سيد إبراهيم تراوري. يا فخامة الرئيس السيد فلاديمير بوتين، أيها أصدقاء الكرام، يا فخامة الرئيس الاتحاد الأفريقي، يا قادة الدول، رؤساء الحكومات، رؤساء الوفود، لي الشرف أن أتوجه بخطابي اليوم وأنقل إليكم التحيات من شعبي إليكم. قبل كل شيء أريد أن أشكر ربنا على أنه سمحنا بهذه الفرصة، أعطاناها لعقد الاجتماع اليوم ولفرصة مناقشة مستقبل شعوبنا. أريد أن أعتذر على الزملاء إذا أنا أسأت في سابق إليكم بشيء بأي تصرفات. نحن دائما نحترم الشيوخ، ولكن أريد أن أقول إنه جيل الشباب دائما يعاني من مشكلة إنه عادة لا يحصل على أجوبة ضرورية للأسئلة يطرحه. فلدينا تاريخ مشترك مع روسيا. روسيا قدمت تضحيات كبيرة لتحرير أوروبا في أيام الحرب العالمية الثانية من النازية. فلذلك لدينا تاريخ مشترك. نستطيع حتى نقول إن عادة أو أحيانا نحن الشعوب في إفريقيا إلى حد ما منسية في الكتب، في الأفلام،
في التاريخ. لذلك نحن نشكر روسيا لأنها دائما تتذكر بدور إفريقي ودور شعوبها. اليوم نحن هنا لمناقشة المستقبل، كيف ستكون الأوضاع في ذلك المستقبل. لدينا أبعاد وأفاق مشتركة واعدة، وأنا أتمنى بهذه القيمة ستمكننا من إقرار منظومة العالمية العادلة وإقامة جسور التعاون بين دولنا. فأنا أحيانا لا أفهم كيف إفريقيا التي تملك الكثير من المياه، من الشمس، من الأراضي الخصبة، تعتبر اليوم قارة فقيرة. كيف مضطرين إلى طلب المساعدة من الخارج؟ نحن نطرح هذه الأسئلة ولكن لا نحصل على أجوبة. لذلك نعتزم على إقامة الاتصالات والشراكات من أجل تنمية دولنا. وأنا أتحدث باسم جيل الشباب، أقول لكم إننا أحيانا مضطرين إلى عبور المحيطات أو أبحار كي نصل إلى الأطراف الأخرى في العالم من أجل حياة أفضل. ونحن في بوركينا فاسو على امتداد 8 سنوات نواجه ممارسات استعمارية الحديثة، يفرضون من الخارج علينا العبودية الجديدة، علمونا بأن الشخص اللي لا يستطيع أن يعتصم، أن يناضل من أجل مستقبله، لا يجدر بالإشادة. لذلك نحن متعودين على الكفاح من أجل وطننا، من أجل الدفاع عنه. لذلك أخذنا السلاح من أجل مكافحة الإرهاب لحماية دولتنا. نحن مستغربون من أن الإمبراليون الذين يسمون بعض الفصائل غير الشرعية المسلحة بالمعارضات يقولون أنهم وطنيون. وعلى سبيل المثال عندما لجأ جدي في أيامه إلى السلاح كان ذلك ضد رغبته، لم نريد أبدا أن نخوض المعارك أو نستخدم السلاح، أحيانا مضطرين إلى ذلك. المشكلة أنه أحيانا قادة بعض الدول الأفريقية لا تعطي الشيء الكافي لضمان حياة جيدة لبعض الشعوب التي تريد مكافحة الإمبرالية والاستعمارية الحديثة. يجب على قادة الدول الأفريقية ألا يتصرفوا كدمية في أيدي الإمبراليين والمستعمرين. فأنقل أيضا خطابا وأتوجه إلى قادة الدول الأفريقية، علينا أن نضمن الاكتفاء الذاتي لشعوبنا، لدولنا، نعالج مشكلة النقص في الغذاء، نلبي كافة احتياجات لشعوبنا. ها هي الأولوية بالنسبة لنا. أريد أن أقول أننا علينا أن نحترم شعوبنا التي تناضل ضد الاستعمارية. فحي شعوبنا، حي شعوبنا الأفريقية، ونصر للشعوب الأفريقية. شكرا لكم يا سيد تراوري. فأنا
طبعا في بعض الأطراف ينسى إفريقيا، ينسى النضال ضد الاستعمارية، ولكن أذكركم بأنه آنذاك كان هناك نضال ضد الاستعمارية في إفريقيا، وهناك كان نضال لدينا في الاتحاد السوفيتي ضد النازية. فطبعا هذا النضال يجري من أجل مصلحة العالم كله، لأنه يحسن الاتصالات المترابطة بين الدول، يهيل الأوضاع. ولذلك أنا أتفق مع سيد تراوري بهذا الصدد. هذا شبيه لما حدث في الاتحاد السوفيتي وفي روسيا في نضاله، ومع يحدث اليوم في نضال إفريقيا من أجل الاستقلال الحقيقي. فشرف لي أن أنقل الكلمة إلى فخامة الرئيس جمهورية كاميرون بول بيا. تفضلوا يا فخامة الرئيس. فخامة رئيس روسيا الاتحادية، اسمحوا لي قبل كل شيء أن أعبر عن شكري وعن شكر وفدي على والمعاملة الشقيقة التي تمتعنا بها في مدينة سان بطرسبورغ. أود في نفس الوقت أن أتقدم بعبارات الشكر من كافة الدول الإفريقية وشعوبها على تنظيم قمتنا، من شأنها توطيد وتعزيز التفاهم بين إفريقيا وروسيا الاتحادية. ربما البعض يستغرب من الاهتمام الذي تليه روسيا بإفريقيا، فيجب أن أقول بهذا الصدد، كل واحد يعرف ذلك، أن في الستينيات القرن الماضي نحن حصلنا على الاستقلال نتاج النضال والصراع الطويل، وآنذاك الاتحاد السوفيتي قدم معونة صريحة وكبيرة. فنود أن نشكر بلدكم العظيم على هذا الدعم. فإن قمتنا اليوم مكرسة للتعاون، فذلك التعاون دائما يأتي بالثمار لإفريقيا. اليوم العالم يواجه الكثير من التحديات، الجفاف، الأزمة الاقتصادية، ضف إلى ذلك جائحة كورونا. فهذه الصفحة الجديدة في تاريخنا المشترك، ولكن نحن لا ننسى المسائل الأخرى الاقتصادية بما في ذلك التضخم، ووجها لوجه أمام هذه المشاكل نحن ندعى إلى التعاون الذي دائما كانت روسيا تهتم به مع دول إفريقيا. ونحن على يقين من أن باستطاعتنا أن نتقدم بحلول المناسبة لجميع شعوبنا. هناك في إفريقيا أكثر من 1 مليار نسمة، ولكن تمثيلنا في المستوى العالمي ليس في محله وعلى مستوى الكافي. نحن بهذا الصدد نتمنى دعم الروسي في تصحيح هذا الوضع، لأن هذا الوضع
صراحة غير عادل لون معه. فأريد أن أشير إلى أن مشكلة التنمية في بلداننا حادة. الأزمة الحالية دهورت الأوضاع، ومثل ما حدث في السابق نحن نتمنى أن روسيا ستجد الفرص المالية بما في ذلك لدعم أفريقيا. نحن نود أن يكون هناك التوجه إلى صندوق النقد الدولي أو إلى مؤسسات مالية دولية أخرى لتقديم الدعم للقارة الأفريقية في حال حالات أزماتها، كما علينا أن نتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومعالجة المسائل الأمنية. روسيا تقدم دعما للدول الكثيرة في مكافحة الإرهاب، وأفريقيا اليوم تواجه نفس المشاكل، وأيضا طيفا واسعا من القضايا والمشاكل الأخرى. وأنا أتمنى بأن سنسير كتفا إلى الكتف، جنبا إلى جانب، في طريق مشترك ونمضي قدما. لن أذهب في جميع التفاصيل، ولكن أريد أن أغتنم هذه الفرصة من جديد كي أعبر عن شكري لروسيا الاتحادية وقياداتها على دعم للدول الأفريقية في معالجة القضايا الاقتصادية. فطلبتنا يتلقون علوما في الجامعات الروسية، هم يعودون إلى بلدانهم بعلوم وشهادات، فأشكر على ذلك روسيا. كما أتمنى بأن نتاج قمتنا اليوم ستتقوى الاتصالات بين روسيا وإفريقيا، وشكرا لكم. يا فخامة الرئيس، شكرا لكم. هو قال أن البعض يستغرب من الاهتمام المتزايد لروسيا بإفريقيا، وأنا أعتقد بأنه هذا ممكن ليس استغراب بل الحذر، فيستغربون البعض أن روسيا في المحطات السابقة أولت اهتماما غير كافيا بإفريقيا. لدينا خبرة طائلة وواسعة ادخرناها على امتداد العقود، لذلك في بعض الأحيان لم نولي اهتمام كافي بإفريقيا، ولكن مراعاة للقدرات المتاحة الحين ومراعاة لنجاحات أخرزناها أشواط قطعناها، نحن نستطيع أن نستأنف تعاوننا. وأنا أتمنى بأن عملنا المشترك سيستمر ونحن نتخذ الخطوات صوب ذلك. فأنا ألقي القلم إلى فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. شكرا جزيلا يا صاحب يا صاحب الرئاسة الرئيس بوتين رئيس روسيا الفيدرالية. En l'exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, je prends la parole au nom de la République centrafricaine pour cette deuxième sommet de l'Afrique qui se tient en الندوة الثانية لقمة روسيا وإفريقيا. فبود أن أشكر روسيا الفيدرالية على عزمها في تأييدها لإفريقيا في نضالتها من أجل السيادة ومن أجل حقوقنا المسجلة في دستور الأمم المتحدة. فبود أن أشكر السيد الرئيس لروسيا الفيدرالية وروسيا حكومة وشعبا على إتقان تنظيم ندوتنا والتعاون مع إفريقيا بالرغم من الصعوبات
الجيوسياسية والمناخية والطاقية، فبلادنا وسط إفريقيا أو جمهورية وسط إفريقيا تتمتع بمعونة روسيا، فعلاقاتنا علاقات الصداقة إنما اكتسبت مستوى الأعلى للصداقة، فإنها العلاقات العليا الممكنة في روسيا. وإنها لا تبالي من أي مشاكل جيوسياسية، تقدم معونة لبلادنا وخاصة لقواتنا المسلحة وقوات أمننا في نضالاتها ضد المنظمات الإرهابية التي إن صح التعبير في سنة 21 هاجموا عاصمة بلادنا مدينة بانجيفا بين شعوبنا، وقد أقيمت العلاقات التي تمكنت من إنقاذ الديمقراطية في بلادنا، فإننا عقدنا الانتخابات الديمقراطية الحرة، فتجنبنا النشوب الحرب الأهلية الجديدة الكارثية، فنيابة عن بلادي حكومة وشعبا فاسمحوا لي بأن أعبر لامتناننا وشكرنا للحكومة الروسية والشعب الروسي على ما تقدم من التأييد، وذلك حيث إننا نمر بسبب ذلك إلى الازدهار والمزيد والتطور، فهناك الكثير من الوعود، فإننا نشاهد حاليا أزمة مناخية وغذائية، فإفريقيا تبحث عن الشركاء الاقتصاديين الاقتصاديين والسياسيين الآمنين، ونسعى إلى التعاون ذي المنفعة المتبادلة، فجمهوريتنا ولمدة طويلة كانت تعيش في ظروف الخضوع وظروف عبء الاستعمار، ففي سنة 94 فإننا دخلنا المرحلة الجديدة، فإننا ننوع علاقاتنا الاقتصادية والدبلوماسية ونقيم العلاقات بما نشاء، فهذه الندوة التي يشمل أيضا على العنصر الإنساني الهام إنما عبارتنا عن الإمكانية بالنسبة لنا بأن نكافح هيمنة بعض المشاركين في العلاقات الدولية، ففي إطار التطور التعاون التجددي مع روسيا إننا نبحث عن الحلول المستديمة الهامة بالنسبة لنا. سيداتي وسادتي، فبلادنا ومعادنها إنما وطبيعتها إنما، فغناء عظيم إنما، فهذه الثروة لا تستفاد بالصورة الكافية، فالعبو الاستعماري لا يزال يذكر بوقوعه، فنحن ندعو كافة بلدان وشعوب العالم إلى التعاون المتبادل في إطار المنظمة العالمية على أساس دستور الأمم المتحدة، فبودنا بأن تتجسد مثلنا العليا بغية التطور المتجانس والسلم والأمن. فشكرا لكم على تأييدكم العلي لعلاقاتنا القائمة بيننا، فإن هذه المستوى فسنحتفظ به في المحاور الأساسية، إنما فلا بد وأن نخرج أكثر من ذلك، فعندنا إمكانيات كثيرة، فنحن سنحقق ذلك بلا شك ولا ريب. فالآن اسمحوا لي بأن أفتح المجال للسيد الرئيس جمهورية أوغندا فليتفضل.
يا صاحب الرئاسة الرئيس بوتين، يا أصحاب الرئاسة للدول الإفريقية، فالشعب الأوغندي يقرئ لكم السلام وأفضل التمنيات. فعندي إمكانية ممتازة للمشاركة في مختلف الفعاليات على مدى السنوات الستين على خير في سبيل الإدراك لصعوباتنا التي نواجهها. يجب القول بأنه قبل سنة 1900 كانت إفريقيا مستعمرة طويلة تماما ما عدا إثيوبيا، فهذا الاستعمار قد ختم مدة 500 سنة لتجارة البشر. فقد تعرضت آسيا والهند والإند والصين والبورما والفلبين وملاشيا للاستعمار أيضا وما إلى ذلك. هذا فإبادة وإخداع الشعوب الأصيلة الأمريكية أيضا تجد نفسها في هذا الإطار. فمثل هذا الاستعمار وتجارة البشر وغيرها من الجرائم جعلت الشعوب المستعمرة بأن تباشر بالكفاح في سبيل التحرر، وقد ابتدأ ذلك في أمريكا وفي البادمة، فإنها كانت الخطوة الأولى لحركة التحررية. ففي سنة 1912 قد أقيم المؤتمر الوطني لجنوب أفريقيا، فإنه كان لم يكن على ما كان عليه في السابق، فكل من أوغندا وتنزانيا وزيمبابوي وهؤلاء أبناء هذه البلاد الذين تزعموا هذه الحركة. فالاتحاد السوفيتي صار شيوعيا في سنة 1919، وفي سنة 1949 صارت الصين شيوعية. فهؤلاء الشيوعيين عرضوا بشدة منظومة الاستعمارية الإمبريالية، في الختام قد جعل الإمبرياليون يتكافون فيما بينهم، مما أدى إلى نصوب الحربين العالميين الأولى والثانية، فإنهم كانوا يسعون إلى الهيمنة في العالم. فأثناء تلك حروف أضعفوا أنفسهم، فبسبب ذلك فكل من الهند وباكستان وإندونيسيا قد حصلوا على الاستقلال. ففي كل من فيتنام وكينيا والجزائر وموزمبيق وأنغولا وغيني بيساو وزيمبابوي وناميبيا وجنوب أفريقيا قد فشلوا وانهزموا. ففي البلدان الإمبريالية المستعمرة كان لنا خلفاء، وولف بالمر وغيرهم كانوا معنا في الخندق نفسه، فكانوا يعارضون هذه المنظومة الكاسخة. فهذه هي العوامل التي أدت إلى الانتصار على الاستعمار وأعيدت سيادتنا. فالحركة المضادة للاستعمار في بلاد الشرق والنهضة الشيوعية في كل من الاتحاد السوفيتي والصين وكوريا وكوبا، فالحربين العالمتين هذا الذي قد ساعدنا على الاستقلال. فإذا كان آنذاك آباؤنا
بمثابة لحم المدفع في تلك الحروف، فإنهم كل يحاربون كل من الألمان واليابان والفرنسيس وغيرهم. أيضا الحركة الإفريقية والتحرورية قد نالت التأييد من قبل العضلاء في الدول الإمبريالية من أمثال أولوف بالما وغيرهم من حلفائنا، لذا فإننا مسرورون بأن نجد أنفسنا هنا بروسيا وأن نعبر عن امتناننا للاتحاد السوفيتي وغيره من الدول الاشتراكية لما قد قدموا لنا من المعونة، إنما فكان يترتب علينا بأن نفترق مع الدول المستعمرة السابقة. فحتى الآن نواجه تراث عهد الاستعمار، فقد أحرزنا كوكبة من النجاح، إنما فلا يزال هناك صوت كبير إلى جدا. الحقيقة يجب القول أن المنتوج الإجمالي الإفريقي يقل عن ما تنتجه كل من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، فمن مثل هذه الحالة قد سببتها التخلفات في الاقتصاد. فإننا شخصناها، فمع إخواننا الأفارقة فإننا نسعى إلى إيجاد حلول ذلك. فخير دليل على ذلك الوضع الخاص بالقهوة، فيشمل على 400 مليار دولار أمريكي، فهذا هو حجم سوق القهوة في العالم. إنما في الدول المنتجة للقهوة في أفريقيا وكولومبيا وفي برازيل إنما تحل فقط 25 من المليارات في هذه السوق، يعني 460 مليارا بالإجمال، إنما في المنتجون يحصلون فقط على 25 مليارا. إنما في إفريقيا فتخصه فقط مليارين ونصف مليار من الدولارات، إنما قسطها فقط هذا المبلغ الضئيل. وأما أوغندا ف800 مليون دولار، لأننا ننتج 280 كيسا سنويا. أما ألمانيا التي لا تنتج القهوة فإنها تكسب 6 فاصل، يعني أكثر من جميع الدول الإفريقية. فنحن ناقشنا هذه القضية مع زملائنا الأفارقة، فأشاهد هنا شابا عسكريا، فإنه شكل معاصر للعبودية، فلماذا يحدث هكذا؟ فإفريقيا قد وقعت في مأزق، فإننا ننتج الخامات الزراعية والمعدنية، إنما لا نماثل الصناعة. فكيلو القهوة الخام يساوي دولارين ونصف، أما القهوة المقلي فيساوي 40 دولارا، فيحقق ذلك خارج إفريقيا، لذا فهذه القيمة الإضافية تنتج خارجنا. فهناك مشاكل أخرى إنما لا نذكرها، فأقترح لحلفائنا من أمثال روسيا والصين والهند بأن
يقدم لنا المعونة وأن يشتر المنتجات الجاهزة وليس الخامات، مثلا القهوة المحضرة والنسيج والصلب بدلا من خامات الحديد. فعندنا توجد عندنا كلمة افتاري يعني خام الحديد، وأيضا البطاريات الكهربائية بدلا من ليتيوس. فبعض المشاكل التي نتجاوزها في أفريقيا وذلك التحرك الحر للبضائع والخدمات في إطار المنطقة الحرة الإفريقية، فمسألة الغذاء تتمثل بالنسبة لنا أنه مثلا لا توجد عندنا مشاكل بالنسبة للغذاء، فإننا مصدرين لها يعني الذرة واللبن والموز والفواكه والشك والسمك والكساوة والقهوة والشاي والكاكاو والفانيليا، إنما تنتج في بلادنا على نطاق واسع. فيمكن القول إنه عندنا إمكانيات كثيرة من غير الري، ففلاحون أو مزارعون لا ينتجون كثيرا من الموز، إنما بفضل الري ضاعفنا هذا المؤشر. فهناك كميات كبيرة من المأكولات التي ننتجها من أمثال اللحوم الخالية من الكوليسترين والموز والزبادي والأسماك المفيدة بالنسبة لعلاج بعض الأمراض والأنواع الأخرى من الأغذية وما إلى ذلك. فعندنا مشكلة السوق أيضا، فالدول الأفريقية بعضها تنتج الكميات الكبيرة من الأغذية إنما لا تستطيع أن تصدرها. فبإمكاننا أن ننتج القيمة الإضافية في أفريقيا أنفسنا، والذي سيولد الوظائف الجديدة من أجل الشباب الأفريقي العادل الذي يحاول أن يصل إلى أوروبا. وهكذا بإمكاننا أن ننتج الكهرباء والذي سيؤدي إلى تصحيح الاقتصاد داخل بلادنا. فنعكف على إقامة منطقة الاقتصاد الحرة والتي قد تشمل أكثر من 1.5 مليار نسمة، فقريبا ستصل أهالينا إلى أكثر من 2 مليون نسمة. وحاليا فإفريقيا لها نقص في السكان، فبالرغم من أنه قد نشأ الهومو سابينس في إفريقيا، فحاليا بفضل الطب المعاصر فلأول مرة في تاريخ البشرية فإفريقيا قد تضرب الأرقام القياسية من حيث عدد السكان. فلا نقبل أي حروب سياسية أو إيديولوجية، فعلى مدى التاريخ البشري كنا نشاهد مختلف الشعوب الحروب العقائدية في أوروبا، فإنهم كانوا يفصلون بين المؤمنين وغير المؤمنين وبين الكاثوليك والبروتستانت. فإلى ماذا قد أدى ذلك؟ فإنهم قد خسروا ماذا حصل بال
إمبراطورية النمساوية وأحلافهم المقدسة التي حاولت نشر مبادئ الإقطاعية والكاثوليكية. انظروا إلى الثورة الفرنسية وهي الثورة البرجوازية، أما الأسترو النمسا المجر فإنها كانت مع مبادئ الإقطاعية. فهذه الحروب والثورات كانت رأسمالية يعني غير عادلة، فنتيجة النضالات ضد الاستعمار فإننا كنا نناهض ذلك، فإننا نسعى إلى القدم. شكرا. التجارة بالعبيد تصنف بأنها جريمة، الكل يوافق على ذلك وكانوا متوافقين على ذلك عندما كان يجري النضال من أجل الاستقلال. الشيء الثاني هو تسلم الراية غير كاف، فالحفاظ على سيطرة بعض البلدان على الشؤون المالية والتقنيات والمجال الرقمي وفي مجال الغذاء، كل هذا أمر غير مقبول ولابد للتصدي لذلك. العديد من الحضور يعرفون أن لا للاتحاد السوفيتي ولا روسيا لم توافق على أنه لابد من الشراء المواد الخام من أفريقيا وإنما أو تزويدها بمواد الخام وإنما تنويع منتجاتها. شكرا جزيلا لكم. الكلمة الآن لرئيس كونغو السيد ساسون نجيسو، فليتفضل. مشكورا. فخامة الرئيس روسيا الاتحادية، فخامة رئيس الاتحاد الافريقي، رئيس اتحاد جزر القمر، سيداتي وسادتي اصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، سيد رئيس هيئة الاتحاد الافريقي، السيدات والسادة، إن وفدنا يعبر عن جزيل شكره على حسن الاستقبال الذي لقيه هنا. نحن سعداء جدا للمشاركة في القمة الثانية روسيا افريقيا. أود أن أعرب عن جزيل شكري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على حسن الاستقبال. إن القضايا التي نناقشها اليوم في هذه الجلسة إنها قبل كل شيء تتمثل في سعينا للسلام والأمن والتنمية، فكل عصر وعهد تاريخي عبارة عن حياة جيل واحد ولكل جيل تحدياته. نحن تحدثنا في إفريقيا دائما عن الوحدة وكنا نناضل ضد الاستعمار سابقا، كما كنا نناهض أو نناضل ضد الأبارتهايد أو التمييز العنصري للحصول على الاستقلال. وفي هذا النضال كانت إفريقيا قد تمتعت بدعم من قبل الاتحاد السوفيتي السابق بدعمه في النضال من أجل الاستقلال، وكل هذا كان يندرج في استراتيجية التضامن. سابقا كان هناك اسم آخر وهو الأممية. للحصول على الاستقلال بشكل تام كانت البلدان الإفريقية بحاجة إلى النخب
المهنية ذات اختصاصات معنية، وأنا ذاك قدم الاتحاد السوفيتي دعما كبيرا، فالملايين أنفقت على إعداد الخبراء من الدول الإفريقية، آلاف المحن الدراسية تم تلقيها من الاتحاد السوفيتي السابق. هدفنا اليوم هو التنمية من أجل الرفاه لما يربو على ملياري إفريقي، وهذا العدد نتوقعه بحلول 2050. اليوم كما هو الحال في يوم أمس في النضال من أجل التحرر، الحديث يدور عن كوننا نناضل من أجل التنمية، وإفريقيا لا يمكن أن تستغني هنا عن مساعدة ودعم أصدقائها وشركائها. العالم تحول اليوم إلى قرية عالمية، جميعنا نعيش معا. فخامة الرئيس، اليوم فإننا نؤكد أنه لا يمكن تصنيع قارتنا بدون تغطيتها بالشبكة الكهربائية. تتذكرون طبعا الشعار العظيم لزعيمكم السابق الذي قال إن الاشتراكية إن هي السلطة السوفيتية زائد كهرباء بلادنا. وفي غضون ذلك فاليوم 600 مليون إفريقي، 600 مليون إفريقي يعيشون بدون الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، في معرض الحديث عن منطقة التجارة الحرة وعن التنقل الحر للناس والبضايع والخدمات، لابد من القول إن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق بدون النقل بالسكك الحديدية والبحر والمياه والمطارات والتنمية والاتصالات. فالمنطقة الإفريقية للتجارة الحرة إنها تجسد مثل هذه الرؤية للمستقبل، لكن تحقيق خطة التجارة الحرة أمر ممكن فقط بالاستناد إلى بنية تحتية مطلوبة، وهذه الاستثمارات غالية الثمن. وإذا كنا نحاول أن نحقق هذه الأهداف بمفردها أو كل بلد بمفردها، فهذا عمل شبيه بالانتحار. فتحقيق خطتنا لا يمكن أن يتم إلا بتوحيد الجهود في إطار المنظمات الإقليمية أو غيرها. فمساعدة أفريقيا من قبل روسيا تتمثل في الشراكة الاستراتيجية، ونحن ندعو إلى إقامة التعاون الاستراتيجي المتبادل النفع على الدول الإفريقية. أن نركز على تحديد أولويات البنية التحتية، وحولها سوف يجري أو تجري المباحثات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاصة. قد تكون هناك أشكال مختلفة، منها امتيازات وقروض لفترة طويلة الأجل، قد تكون هناك مصادر مختلفة للتمويل. أفريقيا لا يمكن أن تتطور إلا بشكل موحد ووسط جهود مشتركة. نحن بحاجة إلى مشاريع ضخمة عملاقة، لا نتوقع السخاء من قبل أحد.
نحن لا نقف ممدودي اليدين. فللتعاون الروسي الافريقي مستقبل واعد في افريقيا وثروات هائلة. رؤيتنا للتعاون رؤية واسعة، ونحن نقوم بذلك من أجل السلام وفي إطار الثقة المتبادلة بين الشركاء، ما يسمح لنا بالتنفيذ التعهدات والمبادرات. وعند الحديث عن السلام في إفريقيا، يجب القول أننا نسعى للسلام، ونتمنى أن يسود السلام القارة الأوروبية. فمرة أخرى أدعو إلى إنهاء الصراع الروسي الأوكراني. هناك حكمة إفريقية يقال إن العشب يتضرر بالفيل الذي يمشي عليه. المقصود طبعا بهذا المثل التربة الزراعية، وهي قضية متعددة الأطراف. إن سكاننا تطالب العديد من الصعوبات والمشاكل. بالعودة إلى الصراع الروسي الأوكراني، فإن المبادرة الإفريقية تستحق الاهتمام وتستحق اهتماما بالغا. لا يمكن أن نقلل من شأن هذه الاتفاقية. لذلك أنا أؤيد ما قاله فخامة الرئيس بوتين في هذا الشأن مرة أخرى ومن جديد. أود أن أقول أننا ما زلنا متفائلين. لدينا عديد من المشاكل ونحن نناقشها في هذه القمة، ومرة أخرى ندعو إلى إحياء السلام في أوروبا. شكرا، شكرا جزيلا. هذا الموضوع بالغ الأهمية، وطبعا نحن سنناقشه اليوم. سنخصص وقتا اليوم فيما يتعلق بالسلام، فهو أساس لأي تنمية. لكني أريد أن ألفت النظر إلى أمور تطرق إليها السيد المتكلم الآن. البنية التحتية وإعداد الكوادر. البنية التحتية مهمة جدا للتنمية، ولابد من أن نلفت الاهتمام لدى روسيا اختصاصات في تطوير أي بنية تحتية، وهذه الاختصاصات عالية المستوى، وهناك مصادر مالية لحل هذه المهام. فعلينا أن نبذل جهودا مشتركة لنقترح وضع أدوات اقتصادية فعالة. فلدى إفريقيا ما يكفي من الموارد للتفاعل مع شركائها بما في ذلك من روسيا في وضع هذه الآليات. فيما يتعلق بتدريب الكوادر، فلدينا خبرة وفيرة للعمل مع الشباب الإفريقي، وأعتقد بأن هذا هو الشيء الرئيسي، لأن مستقبل الاقتصاد العالمي مرهون بتطوير التقنيات الحديثة، وهذا الأمر بالغ الأهمية في عملنا المشترك. الكلمة الآن لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا. شكرا فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، فخامة الرئيس عثمان غزالي، رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة، رؤساء دول وحكومات قارتنا الإفريقية، السيدات والسادة، أود في البداية أن أعرب لفخامة الرئيس بوتين عن تقديرنا البالغ بحفاوة الترحيب وكرم الضيافة. ويسعدني أن أتوجه اليوم في الدورة الثانية للقمة الروسية الإفريقية التي تشرفت إلى جانب الرئيس بوتين
بإطلاق نسختها الأولى بشكل مشترك عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث صاغ هذا المسار إطاراً مؤسسياً مستداماً يليق بحجم وعمق الشراكة التاريخية التي تجمع بين الدول الإفريقية وروسيا. وتأتي قمتنا اليوم في ظرف دولي بالغ التعقيد، مناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي بدأت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث. وتقف دولنا الإفريقية في خضم ذلك اليوم في ظرف دولي بالغ التعقيد، مناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي بدأت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث. وتقف دولنا الإفريقية في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة. وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن لهم. السيدات والسادة، إن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع. واسمحوا لي من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاور التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية. أولاً، إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي، تنشر السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولاً، وتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. ثانياً، إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لا سيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول. وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإزكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف. ثالثاً، ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية فيما يتعلق بتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. وأؤكد في هذا الشأن أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات التمويل المبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا. وأنني لا أتطلع إلى التوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم، واضح حداً للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب. رابعاً، تحتم التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء عالمنا وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة. وبما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها. وأنني أعرب هنا عن تطلع مثل أن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة 20، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية بدعم الشريك والصديق الروسي. السادة الحضور، إن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة التي تجمع دولنا الإفريقية بالجانب الروسي،
فضلا عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا، لا سيما في مجالات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهدداته، وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية. هذا بالإضافة لتعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا. وإنني أؤكد في هذا الصدد التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية، إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها، وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى المستوى القاري من خلال رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيباد، وكذا ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية. وختاما أتقدم بالشكر مرة أخرى لروسيا ولفخامة الرئيس بوتين على عقد هذا المحفل، وأعرب عن التطلع لاستمرار التنسيق في إطار الشراكة المحورية القائمة بيننا، متمنيا للشعب الروسي وكافة الشعوب الأفريقية دوام التقدم والإصدار، وشكرا. Большое спасибо, уважаемый господин президент. Отношения между Россией и Египтом носят на протяжении десятилетий стратегический характер. И это просто факт жизни. Неважно даже, что написано в наших документах, хотя там как раз так и написано, но по факту жизни отношения между Египтом и Россией носят действительно стратегический характер и в области политики, и в области экономики. У нас много больших общих проектов. Я сейчас хочу опять вернуться к тому, о чем здесь мой друг и коллега сказал по поводу продовольственной политики и дефицитов, и цен, и так далее. Я уже говорил и хочу просто повторить. Ведь сложности в продовольственном и энергетическом рынках мировых возникли не вчера и не за ситуации с Украиной. Они начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, когда многие страны в конечном итоге اختاروا طريقة تباع وتداول المال النقود. في أمريكا كانت بالمقاييس الجبارة، وفي الاتحاد الأوروبي شوي أقل، فإن الأوراق المالية المطبوعة استخدموها لشراء المواد الغذائية في الأسواق، لذلك الأسعار ارتفعت. ذلك مرتبط بالسياسة غير المحسوبة وغير المدروسة بدون أي حجج للاعتقاد بفعالية هذه الممارسات، تبعوا هذه الممارسات، وفي نفس الوقت في الطاقة لجأوا إلى موارد صديقة للبيئة خضراء بسياسة غير المدروسة والخطة غير المدروسة، وذلك عكس على أسعار الطاقة. هذا خطأ بعد خطأ، أشياء جذرية هيكلية قلبت الأمور رأسا على عقب في سوق الأسمدة وسوق الطاقة. ها هو السبب لارتفاع الأسعار في جميع المجالات. ما يحدث الآن في أوكرانيا ذلك عمل محفز لما يحدث، ولكن السبب الحقيقي والجذري هو في الممارسات النقدية والسياسات النقدية المالية، سياسات في مجال الطاقة غير المحسوبة في دول الغربية. ها هو السبب لارتفاع الأسعار بما في ذلك في سوق الأغذية. وطبعا علينا أن نفكر عما هو على السطح، أقصد بذلك الأزمة الأوكرانية، ونحن سنناقش ذلك لاحقا. شكرا على خطابكم.